اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج عينك ميزانك. الموضوع ديال هذه الحلقه لي سولفيت. الانسان القديم هو كيقلب وكيبحث على مواد باش يحافظ على المواد الغذائيه اللي كيستهلك، يحافظ عليها باش تصبر مده اطول، يبقى فيها نفس الشكل نفس اللون نفس المذاق، وكذلك ما تكونش فيها بكتيريات وميكروبات. الانسان بحث وقلب ولقى في الطبيعه معادن ومواد طبيعيه استعملها لهذا الغرض. النمو الديموغرافي والطلب على المواد الغذائيه خلى الناس ديال الصناعات الغذائيه والناس ديال البحث العلمي يقلبوا على مواد حافظه اكثر فعاليه. ويمكن نقولوا بان اليوم يمكن لنا ناكلوا اي فاكهه اي خضره واخا فات الموسم ديالها ولا باقي ما جاش، وهذا الشيء في ظل المواد الحافظه. من المواد الحافظه اللي كتستعمل بزاف اليوم في الصناعات الغذائيه كنلقاو لي سولفيت. اشنو هما لي سولفيت؟ الانواع ديالها، الاستعمالات ديالها، وكذلك واش فيهم مشاكل على الصحه ديالنا ولا لا. في مدينة قنيطرة كاينة واحد الجمعية كتهتم بحقوق المستهلك، هي الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك. اليوم المناضلين ديالها مجموعين كيناقشوا واحد الموضوع عنده علاقة كبيرة بالمواد الغذائية اللي كنستهلكوا. هذا الموضوع هو لي سولفيت. الناس ديال هذه الجمعية يلاه دخلوا من واحد الجولة داروها في السوق وشراو بعض المواد الغذائية اللي فيها لي سولفيت. باش المواطن المستهلك توصل لواحد المادة من دولة أخرى ولا اصطادت في البحر ولا تنجد في جهة وباش توصل لجهة أخرى لابد وما عندناش المسائل ديالها ديال التعقيم لا ديال التجميل الى اخره. فالمصنع تيكون مضطر باش يزيد بعض المواد كيميائيه منها لي سيلفيت. وهاد لي سيلفيت مواد اصطناعيه ليس طبيعيه. قمنا بواحد الجوله في الاسواق ولاحظنا ان كاين هناك منتوجات مغربيه مصنعه في المغرب فيها بعض المواد على سبيل المثال لي سيلفيت. مثلا كاين هذه الماده هذه هذا المنتوج اللي لقينا لاحظنا فيه انه كاين هذه الماده ديال لي سولفيت ال او 223 وهو من ال او 220 حتى ال او 228 هذو كلهم دي سولفيت. هذا المنتوج هذا مطلوب من طرف الاطفال اللي قل من 3 سنين. كما سمعنا الناس ديال الجمعيه المغربيه لحمايه وتوجيه المستهلك يلا دخلوا من واحد الجوله داروا عند البقاله والمحلات التجاريه اللي كتبيع المواد الغذائيه. واول استنتاج داروا هاد الفاعلين الجمعويين هو التزايد في السوق الكبير ديال المواد الغذائيه اللي فيها لي سولفيت. اشنو هما لي سولفيت؟ لي سولفيت هي مواد حافظه تستعمل في تكنولوجيات المواد الغذائيه. المواد الغذائيه من اصل فلاحي ما فيها المواد النباتية أو المواد الحيوانية، فهي مادة اصطناعية ليس بمادة طبيعية تضاف للمنتوجات الغذائية لثلاث أهداف. الهدف الأول وهو زيادة في مدة الحياة أي ما يسمى بلا دات دي بيرومسيون ديال المنتوج. ثانيا تغيير أو إثبات اللون ديال المنتوج. مثلا الكروفيت تنديروه باش يبقاو حمرين، في اللحم تنديروه باش يبقاو احمر، ولكن في الدقيق تنستعملوه باش نبيضوا الدقيق الفورس ما يسمى بالفورس. اذا عرفنا بان لي سولفيت هي مواد حافظه كتستعمل بزاف ديال الحوايج، وعرفنا كذلك بان هاد لي سولفيت كتعطيها الرمز او كتبدا من او 220 حتى او 228. نزيدو نتعرفوا اكثر على اشنا هما لي سولفيت وكذلك فين كنلقاوهم. السولفيت هي مضافات تضاف الى المواد الغذائيه المحوله من اجل اما حفظ المواد الغذائيه او حفظ اللون الطبيعي لهذه المواد. والمصادر لهذه المضافات هي اما طبيعيه مثل البصل مثلا او الطماطم او مضافه من اجل الحفاظ على الاغذيه او على لونها، كما هو الشان بالنسبه مثلا للفاكهه الجافه. القانون يتيح اضافه حتى 2000 ميليغرام في الكيلو، كما هو الشان في العصائر عصائر الفواكه، كما هو الشان بالنسبه لمواد اخرى عديده ومتعدده. كما نجد كذلك هذه المضافات في بعض الادويه. لي سولفيت موجودين في العديد من المواد كانت طبيعية ولا مصنعة.
السلفيت هي هذه الغبره البيضاء، اشنو هي الاصل ديالها؟ السلفيت هي مركب من المركبات الكيماويه اللي كتنتمي للكبريت لو سوفر. هي معروفه في بالترميز او، كتبدا من او 220 حتى او 228، وكنلقاوها في مجموعه من المنتجات الغذائيه. هي كتستعمل كمواد حافظه، علاش؟ باش تثبت لنا يا اما اللون ديال هذه الماده هذه، يا اما كتحافظ لنا على الطراوه ديالها، كتعمل على تبييض النشويات فحال البطاطس. هي مضاده للاكسده وكتمنع من تكوين بعض الكائنات دقيقه فحال البكتيريا. كتستعمل ايضا في الحفاظ على فعاليه بعض الادويه، وكتدخل في تصنيع بعض المواد تغليف وتلفيف بحال السلوفان. إذن السلفيت هي مواد أصل ديالها من الكبريت، موجودة كما قالت أسلوى البزيزي مثلا في بابي سيلوفان، وهذا بابي سيلوفان كيتستعمل بزاف باش نحافظوا على الجودة ديال المواد الغذائية. السلفيت فيهم ثلاثة ديال الأنواع. لا فورم دو سلفيت كاين ثلاثة، إما كنصلحوا مادة صلبة لو سلفيت سوليد برودوي سوليد، ولا مادة غاز سي لو اس او 2 لانيدريت سلفيرو، ولا مادة صلبة وتنديروها في الماء بواحد المقياس معين على حسب لو برودوي اللي غادي نديرو. المواد الحافظة بحال الأسفلت الفضية النباتية ولا حيوانية بحال الكفتة باش تدوم مدة أطول وتبقى ديما حمراء، وهذه وثيقة حصلنا عليها مختبر قلب كفتة شريت من السوق وتلقات فيها مواد حافظة هي نيتريت دو صوديوم، ولكن كذلك كنقدروا نلقاو فيها الأسفلت. المثال ديال الكفتة، المثل ديال الكفته اللي مضاف الى هذه الماده وتباع، وحنا تنعرفوا بان الكفته في القانون ما خصهاش تباع الا عند الطلب. ملي تمشي لعند الجزار خصو نطلب له كيلو الكفته تحل لي كيلو الكفته ويبيعوا لي، وممنوع باش تكون الكفته موجوده. لا كانت موجوده وكاين واحد الندب، ديك الساعه تنعرفوا بان هناك ماده اضافيه اللي تتحميها من التلوث. وكاين نقطه اخرى اللي تنشير لها، وهو بان الغريب في الامر وهما لي ميلفي. تتعرفوا بان الميلفي المده ديالو ما تفوتش 24 ساعه في واحد المناخ ديال 6 درجات، وتلقاو بان عند البقاله ميلفي صغيره ديال درهم تتبقى في الحانوت شهر وهي تتباع. تنتسائلوا حنا اش من ماده اللي تتمكننا باش هاد الملفه اللي تدير درهم اللي تاكلوها وليداتنا تتبقى شهر عند البقال واكثر من شهر وتتباع. الجواب على السؤال وهو وجود مواد اضافيه، مواد ومنها السلفيت الضار للاطفال وللكبار. كنلقاو كذلك هاد المواد الحافظه اللي هي السلفيت وهي الاصل ديال الكبريت، كذلك في العديد من المواد الغذائيه من غير هادو اللي سمعنا ليهم. نورمالمون كنلقاو في جميع في كل شيء، كنلقاو في اللحم، كنلقاو في الدجاج بحال دون لي ناغيتس، كنلقاو في لي سوسيس، كنلقاو في لي فروي لي كي سون كونسيرفي، كنلقاو في لي ليغوم كونسيرفي، كنلقاو في لي سوب لي كي سون دون لي دي سون كونسيرفي تا هما، كتجي وكتحلها وديرها وتقول شربت الصوبه ديالي. كنلقاوهم في لي فروي د مير بالاخص الكروفيت. الاستعمال ديال السلفيت في الكروفيت ولا القيرون بدا هادي مدة قليلة، بدا في الثمانينات إلى يومنا هذا. السلفيت هي المادة الوحيدة اللي يمكن تحافظ على الجودة ديال الكروفيت، ولكن المشكل هي الكمية اللي كتستعمل في هاد القمرون. لي كروفيت ملي كيصيدو الكروفيت كيجيبوهم تيخرجو من الماء، من الضروري خاصهم يديرو فواحد السريج ويديرو واحد المادة داك السلفيت فواحد الكمية معقولة اللي مكتعداش 3%، وخاصو يكون في وسط داك السريج وكيكون الماء كيدور ويتكبوا عليهم هذاك المحلول داك الماده. اللي السؤال ما كيديروهاش المساله ما كيديروهاش، تيجدوا الصنادق تيحطوه وتوقع كيرشوا صندوق صندوق. كاين اللي كياخذ واحد الجرعات مهوله خطيره زعما جدا، الحوت ان هو من الباخره كيمشي للهول نفس الكميه كترمى عليه، حيت انه كيشوف الحوت كيبدل الكريفيت كيبدل اللون ديالو، هذاك البائع حتى هو كيزيد في المنتوج، كيبقى نفس السلسله غادا حتى كتوصل للمستهلك.
وبالتالي مثلا علاش علاش كيديروا هذه القضيه الحفاظ على اللون ديال لي كروفيت باش يبقى دائما روز الروز لان كتعرفوا بان لي كروفيت اون فوا ملي تيخرجوا من البحر كتكون واحد الماده في ظهرهم كيقول لك حلا كتسمى لا ميلانين وهذيك الماده باش يحيدوها كيديروا هاد لي سلفيت بالتالي المواطن المستهلك العادي كيوجد راسو في ان واحد الكريفات اللي عندهم اكثر من اسبوع اكثر من 24 ساعه ديزون اكثر من يمكن يوصلوا حتى لاسبوع ولكن باقي بنفس اللون بنفس النظره اللي كنشوف فيهم وعمل العلم بانهم راه مغشوشين وعامرين شبعانين بلا سلفيت. لا سلفيت كيتستعملوا باش الكريفات ما يكحلوش. هاد الكحوليه السبب ديالها هي واحد الماده هي الميلانين. اشنا هي الميلانين؟ شنو هي الميلانين؟ هي ماشي هي داك التكوين اللي كيكون في داك الكحول اللي كتكون في الظهر ديال واحد التفاعلات كيماويه ناتشورالمون كتوقع ملي كنجدو الحوت من البحر من داك الكروفيت وما كيندلومش هذه الماده كتوقع عند الكحوليه فلكن ما كيوقع حتى شي اشكال في كانوا باقي جداد. الخطير الامر هو انه متى خطرت الحوت ما كيتصبرش بواحد الطريقه يعني عقلانيه فهما باش يديروا كما قال الاخوان قبلني باش يدوزوا في المده الحياتيه ديالهم كيعطيهم هذيك الماده هذيك لا سلفيت. في الكروفات في الكفته في الخضار في الفواكه وفي غيرهم اللي خلى هاد لي سلفيت تستعمل بزاف هو التنوع ديالها. كاين نوع على شكل غاز كاين نوع على شكل غبره ويمكن نخلطوها مع الماء وتعطينا سائل. الاستعمالات تنحصر فيه حفظ اللون الطبيعي للفواكه ولا سيما الفواكه اللي تستعمل لاحقا في المربى في انتاج المربى تستعمل لسلفيت كذلك لحفظ اللون بالنسبه لبعض الاسماك مثلا الكروفيت ولبعض الخضروات كذلك التي تحول لاحقا كما يمكن استعمال الليسولفيت لحفظ الأغذية لأنها تمتاز بمواصفات يعني ضد البكتيريا ضد الفطائر وضد الخمائر. علاش كتستعمل الليسولفيت؟ لأنه من الكبريت والكبريت معروف عليه أنه كيقضي على الغمونة إلى آخره واستعمال الكبريت في المواد الغذائية استعمال قديم الأولي اللي استعملوه هم الرومان. تقدم ديال الكيمياء والبحث على مواد حافظة أكثر قوة هي اللي طورت الكبريت وأعطات الليسولفيت. هاد المواد هادي كنلقاوها في مجموعة من المنتوجات الغذائية بحال الفواكه المصنعة الفواكه اليابسة العصائر ديال الفواكه لي سيغو ديال الفواكه كنلقاوها كذلك في الخضر اللي عندها اللون الأبيض الخضر اليابسة والمجمدة كذلك كنلقاوها في اللحوم في الهمبرغر بالضبط كنلقاوها في الأسماك والقشريات كنلقاوها في لي كونفيتور في لا جولي مارمولاد لي كونفيزري في لي موتارد والخل والكاتشوب كنلقاوها تماك كذلك كنلقاوها في الكحول. الفعالية ديال لي سلفيت خلات استعمال ديال هاد المواد الحافظة متنوعة فبحال في الفواكه المجففة. الزبيب المشمش وغيرهم والانواع والاشكال ديالهم حتى هي غادي كتزاد. طبعا كونسوماتور عادي لا شاف هاد النوع ديال العنب مجفف في السوق غادي يشري هذا لان عينو هي اللي كتديه باش يشريه ولا شاف هذاك غادي يبان له كحل شويه رمادي ما غاديش يشريه ولكن اون دي كو لوي لو كونسوماتور اشيت بار لوي اي كونفيرم بار لو غو لا جدق هذا غادي يجي شويه اسيد ولا جا هذا يجي حلو دونك داك لا كونفيرماسيون ديالو غادي تمشي لهذا. هذا الزبيب هذا مستورد هذا مصوب بطريقه ما فيهاش الكبريت سون سلفيت سون ديوكسيد دو سوفر. هذا الزبيب هذا صفر فيه الكبريت والقيمة ديال الكبريت اللي فيه يمكن لها تتعدى 1000 ميلي غرام في الكيلو. لا ميم شوز بوغ
طول طول المشماش. المشماش يكون في العلم ديالكم راه فيه اكثر لو سلفيت من لو غيزان، يمكن له يوصل حتى ل 2000 ميلي غرام في الكيلو. هذا هو الكبريت في حاله الطبيعيه ديالو، باقي معدن، هو اللي كيتحول صناعيا وكيولي سلفيت. كيفاش كيتستعملوا لي سلفيت في المواد الفلاحيه والزراعيه؟ ملي كيكون عندنا ان برودوي تريتي بافيك لو سلفيت راه كاين دو كاف لو في البرودوي. لو سلفيت اي سو فورم دو 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 فورم، اما تيكون سوليد، اما تيكون لي مع لو برودوي على ماتير دو برودوي، ولا تيكون سو فورم دو غاز. هذاك لا فورم دو غاز هي اللي كتقتلنا الميكروبات. علاش هادشي هذا؟ باسكو لي برودوي اليمونتير نورمالمون كي سون برودوي دون دوتر كونتينون، اي سون اوبليجي دو فواياجي فير لي كونتينون لوانتان، اي سي نيا با سيت تكنولوجي دو سوفر دو سلفيت لي برودوي اوري بيري او كور دو لا روت او افون ميم داريفي. المغرب ولا دول اخرى عندها الخضر والفواكه ديالها اللي كتنتج في بلادها، ولكن اليوم حنا هنا في المغرب يمكن ناكلو خضره ولا منتوج جاي من دول اخرى، وهذا المنتوج باش ما يخسرش في الطريق كتزاد عليه لي سلفيت، حيت الا بان عليه غير شويه ديال الكحوله راه كيتلاح. استعمل الكبريت كذلك كمحفظ، كما قلنا يعني بحال مثلا خزانات الخضر والفواكه طريه، هذه كيعملوا واحد المولد جينيراتور، واحد المولد ديال الميتابيسيلفيت اللي كيعطي انيدريد الكبريت، هو اللي كيبقى في الجو باش هذوك الفطريات ما ينبتوش على الخضر وعلى الفواكه. علاش؟ لان الكبريت لماذا يستعمل؟ الكبريت يستعمل لانه انتي فونجيك، لانه يقتل الفطريات. هذه الغمله هذه يستعمل في الخمور، يعني الان الخمور محمله بالسلفيت، ما يمكنش ما يكونش فيها سلفيت يعني. طبعا هذه جميع الفواكه المجففه، ماشي الجافه، ماشي اللوز والقرقع، يعني الفواكه المجففه اللي فيها المشماش، فيها التفاح، فيها البنان، فيها البرقوق، فيها جميع الفواكه المجففه هي فيها كبريت. الاشكال ديال المعالجه ديال المواد الفلاحيه ديال اللحوم، الاسماك، ديال المواد الغذائيه المصنعه وغيرها بالسلفيت كتختلف حسب اش بغينا يكون عندنا في المنتوج النهائي هو اللي غادي يسالك المواطن. كاينه ان اوتر تكنيك دو تريتمون ديال لي سلفيت ديال لي برودوي بار لي سلفيت، سي بار فيميغاسيون. فيميغاسيون هو كناخذوا لو سوفر خام كنحرقوه، ملي كنحرقوه في واحد البيت هرميتيك مع الماده اللي غادي نطريطيو بها، هذاك ملي كنحرقوه لو سوفر اي ديغاج واحد لا فيمي كي لو اس او 2 هو لوكسيد دو سوفر. L'oxyde de soufre ouais, qui se fixe sur le produit et empêche le brunissement et permet de conserver le produit pendant la transformation. Bah, le maraz qu'on dit le produit après transformation. C'est le cas de certains produits fermentés à base de raisin dans lesquels on ajoute le vin, le produit en bouteille pour augmenter la conservation du produit en bouteille. كاينين بعض المواد اللي معروفين عند الفلاحة والمنتجين بأنهم كيستعمل فيهم لي سلفيت بزاف، من هاد المواد العنب. سولنا محمد أبو بكري اللي هو مهندس فلاحي وخبير محلف عند المحاكم علاش؟ Parfois on est obligé de conserver le raisin pendant plus longtemps. Ce que les gens ont essayé de faire au Maroc. Parce qu'on arrive tous au même moment, à la même période, et les prix chutent. Pour éviter ça, les gens essayent de conserver le raisin au frigo pendant un mois, deux mois, selon la variété. Pourquoi ? Pour dégrossir la quantité sur le marché et bénéficier des prix intéressants. Pour faire cette opération, le froid seul ne peut pas faire ça, conserver le raisin. On est obligé de mettre un papier, d'accord, sur la caisse de raisin, qui contient 8 kilos à peu près, ce papier avec le contact de l'eau. De l'humidité de le frigo, il dégage du SO2 et qui protège la grappe contre la pourriture. من المواد كذلك اللي كتستعمل فيها بزاف لي سلفيت كنلقاو الاغلبيه ديال الفواكه اللي كيتصاوب بها الكونفيتور ولا المربى. سي كونفيتور سي برودوي كي سون فابريكا بور لا كونديسيني على لا كونفيتوري
éventuellement, il reste le contenu des soufres. Pourquoi? Parce qu'une usine qui fait 4000 tonnes par an, et les 4000 tonnes d'abricots, ils n'arrivent pas pendant toute l'année. La période de l'abricot, elle dure entre le mois de mai et juin. Ça fait 2 mois, mais pas un mois et demi. Donc, ils sont obligés de passer à une conservation autre que la conservation frigorifique. C'est dans des fûts avec du sulfite, en attendant leur transformation à l'usine. لي سلفيت مواد حافظه مصنوعه من الكبريت في ثلاثه ديال الانواع، ما كتخليش الكحوليه الغموله البكتيريات الى اخره تكون المواد كتصبر كثر. وزيد وزيد، هذا الشيء مزيان، ولكن واش هاد المواد الحافظه اللي عندها بزاف ديال الايجابيات واش ما عندها السلبيات على صحتنا احنا المستهلكين؟ ما هما الاعراض ديال هاد المرض اللي تيتسبوا هاد لي سيفيت؟ ما يعرف هو الحساسيه، بان اولا الحساسيه، ثانيا وما يسمى باليوستيكال غاستريك، بان الحرقه في المعده، ليكزيما، صداع في الراس، وفي بعض الحالات الناس اللي عندهم حساسيه مفرطه بان يقدر الوفاه من بعد نص ساعه الا كلاها في الماكله وفات الجرعه يقدر يشوفها، بان تيوقع عليه ما يسمى بالدم كويك، لما تعالش تيموت، بان تيوقع له شوك انافيلاكتيك. الحرقه في المعده حساسيه، صداع في الراس وغيرهم. لي سلفيت كيقدروا اذا يديروا مشاكل الصحه. شنو هما المخاطر ديال هاد المادة هادي؟ المخاطر ديال هاد المادة هادي كيف ما كنقولوا الحاجة فاش كتجاوز الحد ديالها كتنقلب ضدها. لقات المنظمة العالمية للصحة واللجنة الأوروبية نتيجة مجموعة من الاختبارات على البشر أن فاش كتفوت القيمة الموصى بها من السلفيت كيوقع عدة مشاكل صحية ولا أثار جانبية ديال هاد المادة هادي. هاد الأثار الجانبية كتجلى في ألم في الرأس، ألم في البطن، في المعدة، غثيان، تقيؤ، لقات مشكل آخر اللي هو سيلان في الأنف، العطس، الحكة، صعوبة في التنفس، اللي كتمشي حتى الأزمة في التنفس. الكمية ديال السلفيت في المواد الغذائية عندها قانون ديالها. المنظمات العالمية بحال الفاو اللي هي المنظمة العالمية ديال التغذية داروا حدود لهاد السلفيت، بحال في التوابل ما خصهاش تفوت 200 ملغ في الكيلو، في المشروبات بحال اللي كياخذوا الرياضيين وكيتقال انها كتعطي القوة ما خصهاش تفوت 20 ملغ في الكيلو. لي سلفيت هي في حد ذاتها عندها واحد التسمم ضعيف، يعني لويميس اللي هي المنظمة العالمية للصحة ووجدوا بانه هاد التسمم يعني الى ما استهلكناش اكثر من 0.7 ملي غرام في الكيلو بالنسبه للجسم ما كاينش شي خطر. الاستهلاك ما خصوش يتعدى 25 ملي غرام في اليوم للسلفيت للفرد يعني. الجسم ديالنا طبيعيا ممكن يهدم هاد لي سلفيت حتى 1.5 غرام 2 غرام ممكن يهدمهم يعني من دون اي مشكل، ولكن المشكل كيكون خاصة عند الناس اللي عندهم ضيق التنفس. لازم هاد الناس ما عندهمش واحد الانزيم سلفيتوكسيداز اللي كيهدم هاد لي سلفيت، وبالتالي هاد الناس هم عرضة يعني لخطر محدق الى استهلكوا كميات كبيرة نسبيا من هاد لي سلفيت، لانه ما عندهمش هاد الانزيم سلفيتوكسيداز اللي كتهدم هاد. ويقال يعني بعد يعني الدراسات اللي كانت في هذا الميدان انه ما بين 5 و10% ديال الناس اللي عندهم ضيق التنفس هما في خطر الموت لو استهلكوا كميات كبيره من هاد المضافات. الانسان كيتناول مواد غذائيه يمكن يكونوا فيها لي سلفيت، هاد لي سلفيت كيدخل الجسم وكتمشي مع الدم. اش كدير ملي كتوصل للدم؟ D'après les études de l'OMS ou de l'FDA ou les études dérassat l'ilmi le hadithan, le sulfite, bach msob, normalement msob, c'est un sulfite dioxyde qui t'sma. La molécule, c'est un sulfite dioxyde. Msobab sulfite et l'oxygène. D'accord?
سلفيت بلس اوكسجين. الوغ المشكل اللي لقينا الناس اللي كيكون عندهم ضرر كبير وهما تقريبا كنقولوا 5% ديال لي زازماتيك، وكنشوفوا الناس اللي عندهم دي زانسوفيزونس ريسبيراتوار. شكون هما هادو؟ هادو الناس اللي عندهم سي دي فيمور اللي هلكوا لي بومون ديالهم، لي بومون الفابريك دو لوكسيجين. مين غتكون واحد البومون كدير 100% الاكسجين ونبقى نقتلها في الخلايا ديالها، ورجعوا للطب الخلايا ونقتلها في الخلايا ديالها، ما غاديش تبقى دير 100%، غتوصل 70% الاكسجين. كنسميوهم دي ناس كنسميوهم عندهم دي زانسوفيزونس ريسبيراتوار، لان الكماليه ديال العضو ديال التنفس نقص، لان السلفيت كيجبد عنده الاكسجين، كيخون الاكسجين. لي سلفيت كتدخل الدم، الدم فيه الاكسجين، وهذا الاكسجين محتاج ليه الجسم. لي سلفيت كياخذوا هذا الاكسجين اللي عندنا بحال في الريه. هذا الشيء علاش الناس اللي عندهم مشاكل في التنفس هما الاولين اللي كيعانيو من السلفيت. ولكن الانسان العادي واش عنده مشكل؟ الى سالك اكثر وبصفه مستمره اش كيوقع ليه؟ الا كان هناك اثار تراكمي لاستهلاك كبير نسبيا، ممكن الانسان يمرض، ولا قدر الله ممكن ذاك التراكم يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، يؤدي الى ضيق التنفس. هذه المضافات فعلا هي كتفاعل مع الاكسجين وكتاخذ الاكسجين، على الاقل ان فيترو، يعني لما تكون في الوسط مع غداء ولا كذا. ولكن في الجسم لا زالت يعني التفاعلات ديال هذا الاسو 2 غير معروفه. اللي معروف هو انه لي سلفيت لما كنستهلكوها كتمشي للمعده، وعندنا وسط حامضي بي اش ما بين 2 و 3، كلها كتحول الاسودو في المعده، ومن بعد هذاك الاسودو هو اللي كيطرح هاد المشاكل ديال التنفس كما ذكرت سابقا، تغير نبضات القلب الى اخره. ولكن لا زال يعني الميكانيزمات ديال التفاعل ديال هاد الاسودو داخل الجسم غير معروفه 100%. ولهذا كنصح انه اي انسان بعدا يعرف راسو واش عنده هذه الحساسيه لهاد المضافات ولا لا، كيمشي عند الطبيب اللي يدير له واحد لو تيست، كيعطيه واحد النسبه ضعيفه ديال هاد المضافات، وكيشوف لا رياكسيون النتيجه بعد اخذ هاد الكميه القليله ديال هاد المضافات، ويحكم حينئذ واش عنده حساسيه ولا ما عندوش. لي سلفيت كتراكم في الجسم، الا اخذنا على سبيل المثال في الصباح الكونفيتور فيه لي سلفيت، زدنا عليه حلوى مصيبه من دقيق، دقيق فيه لي سلفيت، شربنا عصير مصنع فيه لي سلفيت، نزيدوا عليه الغداء العشاء الى اخره، غادي نلقاو بان الانسان كيتعدى 25 ملي غرام اللي يمكن الجسم ديالو يقضي عليها. كاينه هناك دراسات واحده اخرى بينت ان تجاوز القيمه الموصى بها من السلفيت كيؤدي الى نقص فيتامين بي 1. هذه الماده هذه هي ماده حيويه وكتعمل على انتاج الطاقه، كتعمل على انتاج الطاقه وعمل الجهاز العصبي وتركيب البروتينات. الفيتامين بي 1 مهمه بزاف لجسم الانسان، كنلقاها في العديد من المواد بحال في البيض وفي بعض الفواكه الجافه بحال القرقاع واللوز. نعرفوا الدور حنا ديال فيتامين بي هو في انتاج الطاقه، يعني في انتاج الطاقه ولا التمثيل الغذائي. يعني التمثيل الغذائي هو مهم جدا بالنسبه للانسان. علاش؟ لان يعني الانسان خصو طاقه، ثاني ما كانش غيتحرك ولا هذه غيكون هي جالس، خصو ما يسمى بالميتابوليزم دو باز، يعني معدل حرق جسم الانسان فين ما يكون جالس خصو طاقه. العديد من الدول دارت بحث على السلفيت واش كدير سرطان ولا لا، بحال فنلندا، الولايات المتحده الامريكيه، والسويد. والابحاث بينات بان السلفيت كتسبب سرطان ديال الرئه، سرطان ديال المعده وديال الدم. منظمات دوليه جرات نقص الخطر. في 2010 كانت هناك دراسه واحده اخرى قام بها المركز الدولي للابحاث حول السرطان، وبينات ان الاشخاص اللي كيتعرضوا لماده السلفيت كيكونوا مرض السرطان. كما سمعنا الانسان عنده مواد يقدر يهدم بها السلفيت اللي كتدخل الجسم ديالو، ولكن هذا الشيء عنده حدود، وراه ما كاينش غير السلفيت، كاين مواد حافظه اخرى من السلفيت اللي كتدخل ليه وحتى هي فيها مشاكل. الفعل التراكمي ديال هذه المواد كلها هو السبب في المشاكل الصحيه.
ما نبقاوش نقول واحد الماده بوحدها هي اللي كتاثر، ولكن اللي كيأثر هو تراكم ذاك المواد. علاش؟ لان الانسان من الصباح الى حاولنا نديروا واحد الجرد ديال المواد اللي هي اللي كناخذوها المواد الغير الطبيعيه في اليوم، راه كينطلقوا من فتره ديال الصباح، من فتره ديال الافطار حتى الفتره ديال العشاء. الانسان الى حاول يدير واحد الجرد هذه المواد غادي يلقاو اننا كناخذوا مواد مصنعه فيها محفظات، فيها ملونات، فيها محسنات ديال المذاق، وبالتالي جسم الانسان هو جسم تتراكم فيه هذه السموم هذه. وكنعرفوا ان الجسم الانسان هو جسم ذكي، هو جسم يحاول ان يتاقلم، لكن لما كتوصل لواحد الدرجه اللي جسم الانسان ما كيتاقلمش فيها كيظهروا علينا امراض اللي داكشي اللي كنعرفوا دابا هي الحساسيه اللي كاينه دابا موجوده، هذه شحال ما كانتش، هذا السرطان اللي كاينه موجوده هذه شحال ما كاينش، هذه الامراض اللي هي اللي كاينه دابا والعديد من المشاكل، وبالتالي جسم الانسان كيولي معرض للعديد من الامراض، وخاصه نقصان المناعه. ولما كتنقص المناعه ديال الانسان كيولي جسم معرض لجميع الامراض. الجهاز ديال المناعه هو ببساطه هذوك الجنود اللي عندنا في الجسم ديالنا، ملي كيدخل الجسم ديالنا شي جسم غريب يمكن يشكل خطر على صحتنا كيمشيو ليه وكيقضيو عليه. ولكن هذا الجهاز ديال المناعه عنده حدود. ملي النظام المناعي يخرب انك تصبح معرض لجميع الامراض بما في ذلك السرطان، لان النظام المناعي هو لك يعني حتى التعفنات على مستوى الفم، تقرحات على مستوى الفم، تقرحات على مستوى يعني الحنجره والاذنين، يعني الجلد تطفر يعني بعد الطفحات على 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 مستوى الجلد وما الى تساقط الشعر، هذه كلها اشياء تاتي من هذه الاشياء، يعني من النظام المناعي هو كل شيء، يعني من النظام المناعي يعني كيمشي ان جميع الامراض ممكن الشخص يصاب بها، جميع انا اقول جميع الامراض. الفاو المنظمه العالميه للتغذيه والاومس المنظمه العالميه للصحه حدوا الكميات ديال السلفيد في العديد من المواد الغذائيه، مثلا في العصير ديال الفواكه هذه الكميه ما خصهاش تعدى 50 ملغ في الكيلو. طبعا كاين قوانين اللي كتحدد هذه المضافات بالنسبه لكل ماده غذائيه، مثلا خلينا الفواكه الجافه القانون كيسمح حتى 2000 ملغ في الكيلو، خلينا المربى مثلا 100 ملغ في الكيلو الى اخره. بالتالي هذه المراقبه صافي بعدا تاخذ واحد يعني الاثار قبل ما نجيو الماده الغذائيه، نقوموا بديك التحاليل فيما يسمى بنقاط حرجه، ماشي نستناو حتى نجيو المنتوج النهائي عاد نوضو نقلب واش فيه ولا لا، خصني يكون داك المراقبه تكون قبليه اثناء الانتاج. ومن بعد بالطبع بطريقه عشوائيه مانيرا لا يظهر نديرو مراقبه في المنتوج النهائي. الكميات المسموح بها دوليا في السلفيت بحال الكونفيتور هي 100 ملغ في الكيلو، الدسل المعلب 100 ملغ في الكيلو، الدقيق 100 ملغ في الكيلو، الفواكه العاديه ما تفوتش فيهم هذه الكميات 20 ملغ في الكيلو، والاسماك المعلبه ولا في البواطات 150 ملغ في الكيلو. الاورغانيزاسيون انترناسيونال مونديال دو لا سونتي هي المنظمه العالميه ديال الصحه مع الفاو اون في سورتير اون une réglementation dans ce sens au niveau de l'application des sulfites dans les produits alimentaires. Il y a une liste qui est relativement longue qui dit que le produit a la dose maximale de sulfites mais il ne peut pas être utilisé. المشكل ديال السلفيت خلات بعض الدول بحال كندا ولا الدول الاسكندنافية تاخذ قرارات باش تحد التعرض ديال المستهلك لهذه المواد الحافظة. فهذه المادة في الدول بعد ممنوعة أن تضاف في المواد الغذائية للأطفال أقل من 3 سنين، كذلك تمنع في بعض المؤسسات العمومية والغير العمومية بأن الأطفال يمنع عليهم باش يدخلوا معهم هاد لي بسكوي والحلويات اللي تتحتوي على هذه المادة ديال السلفيت. السلفيت كتستعمل في المواد الغذائيه اللي كنستهلكوا عندها واحد القدره ما خصهاش تفوتوا المستهلك فيه اللي مريض وفيه اللي صحيح ويقدر يمرض، من حقه يعرف بان الماده الغذائيه اللي شرا راه فيها لي سلفيت وشحال الكميه اللي فيها. ملي كتكون لا دوز كي ديباس لي 10 ميليغرام دون لو برودوي، لا دوز دو سلفيت كي ديباس لي 10 ميليغرام دو برودوي du sulfite dans le produit, il faut absolument indiquer sur l'emballage ce produit contient le sulfite. Sinon, on indique au niveau de l'emballage, au l'étiquetage, la notion E220 à celle E228. Parce qu'il y a 9 produits concernés par les sulfites.
كاين مشكل، المواد الغذائيه اللي كنستهلكو ما نديروهاش كلها في البوطات ولا في البلاستيك، كاين اللي كيتباع بالعبار ولا بالكيلو. كلكان كيشري الزبيب من عند واحد ديطايون اللي شرا لومبالاج ديال 10 كيلو ولا 20 كيلو ويبيعو بالانفراك، ملي غادي يجي يشري ما يعرفش بان راه كاين فيه لو سلفيد. هنا كاين مشكل، هنا يكون مشكل. دونك تيخص او نيفو ديال المغرب انتيغدير لومبالاج اونفراك بور لي برودوي سلفيتيك. كاين حاجه اخرى بصراحه، شكون فينا ملي كيمشي يتقدا كيقلب بناش مصاوب هذيك الماده الغذائيه اللي كيشري؟ نقدروا نقولوا بان العدد ديال هاد الناس راه قليل وقليل بزاف. الثقافه ماشي غير المغربيه ولا الثقافه العربيه بصفه عامه، ما عندناش داك الثقافه قراءه الملصقات الغذائيه، وبالتالي هذه مساله مهمه جدا، واننا نتحاولوا حنايا والابناء ديالنا والاطفال ديالنا نعودوهم على داك الثقافه ديال قراءه الملصقات الغذائيه، ماشي من اجل هاد لي سلفيت ولكن من اجل العديد من المشاكل اللي هي ممكن اننا نتجنبوها بهاد العاده اللي هي عاده بسيطه، لكن خص الاباء يبداو بها باش يربيوها في الاطفال ديالهم، وبالتالي كتجنبنا العديد من 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 المشاكل. المشكل اللي كاين هو مع الاسف انه ماشي جل المصنعين يحملوا في اللائحه او يبينوا وجود هذه المضافات. كاين عده مواد، مثلا نعطي مثال ديال لي فيكسيشن اللي هو الكرموس المجفف، تيل المجفف، وامثله اخرى. بعد ماشي كل يعني المنتجين يضيفوا هذه الماده، والقانون يسمح بإضافة حتى 2000 ميلي غرام للكيلو بالنسبة لهذا التيل المجفف، ولكن مع الأسف في المنتوج النهائي ما كنلقاوش في الملصقة يعني تلميح لوجود هذا المضافات. لا سلفيت فيهم مشكل، هادشي اللي سمعنا من عند خبراء اللي سولنا ولا الناس ديال المجتمع المدني، علاش ما نقلوش على مواد أخرى نستعملوها في العوض من لا سلفيت؟ بدائل موجودة ولكن مع الأسف ماشي مستعملة على شكل واسع. مثلا بالنسبة للفواكه ممكن نحفظوها بإضافات الفيتامين سي أو الجلوتاتيون، ولكن يعني الاستعمالات الفيتامين سي تبقى محصورة، وكاين مشكل الثمن كذلك اللي كيدخل حتى هو بعين الاعتبار. في أمريكا مثلا اللي حفظ الكريفات لقاو يعني مضافات أخرى اللي ما فيهاش هذا المشكل هذا، ولكن لحد الآن كتبقى هذه المضافات مع الأسف عندها استعمال واسع جدا، وبالتالي البدائل اللي توجدت تبقى محصورة في بعض الأغذية فقط. صعيب نلقاو بدائل تلقات، ولكن ماشي كلشي المواد الغذائيه اللي تصلح اليوم هاد البدائل راه غاليه. واش نقدروا نقولوا مستحيل نعوضوا لي سلفيت؟ يمكننا نقولوا علاش هاد لو سلفيت يوتيليزي في هاد لي فروي، لان اكطويلمون ما كاينش دوتر برودوي كي بو رومبلاسي لو سلفيت اي كي بو دوني لو ميم ريزولتا، اللي كيعطي نفس النتيجه. نعطيك مثال ديال باغ اكزومبل لي فروي سيشي، ولا لو كا ديال لي برودوي فيرمونتي. جوسكا بريزون اون ني با اريفي ا تروفي ان برودوي دو سبستيتيون. لي سلفيت بان بانهم فيهم مشكل، تلقاو بدائل صعيب ونقدروا نقولوا مستحيل وغالي. اذا اش خصنا حنا كمستهلكين نديروا باش نتجنبوا هاد المواد الحافظه؟ باش نتجنبوا هاد لي سلفيت، اولا هو يجب الاعتماد على كل ما هو طبيعي باش نكونوا واقعيين. جسم الانسان يجب ان يتقبل اغذيه طبيعيه، والاغذيه الطبيعيه وخاصه الاغذيه الموجوده في القران، علاش؟ لانها اغذيه موزونه. هذه شحال جدودنا كانوا يعتمدوا على زيت الزيتون، كانوا يعتمدوا على العسل، كانوا يعتمدوا على اغذيه اللي هي طبيعيه. نحاولوا نرجعوا النظام اللي هو طبيعي بعيد عن المواد، هاد المواد اللي هي اللي تقدر تكون مواد المصنعه. كذلك بالنسبه لواحد الطريقه اللي هي تثبت الفعاليه ديالها هو الصوم. يعني الرسول
عليه وسلم كان كيصوم نهار الاثنين والخميس. علاش؟ لان ماشي غير هكا، ولكن الدلاله الصحيه لهذا الصوم هذا هو الصوم من الاشياء اللي ممكن الجسم ديالنا يتنقى من هذه السموم، من ضمن هذه السموم هي التراكمات هذه. كذلك ممارسه الرياضه مع شرب الماء بواحد الطريقه اللي هي طريقه بدون افراط وبدون تفريط. بغينا نعرفوا واش هاد الكبريت اللي كيعطي السلفيت واش كيتستعمل في حوايج اخرين من غير المواد الغذائيه؟ راه كنلقاو في العديد من الحوايج بحال الغازات ديال السيارات الاسماء ديالو كتنوع وكتسمى كذلك بالسلفات. المشكل اللي كاين في السلفات هو يوجد في الطبيعه بكثره، هو اول ملوث في الطبيعه، يعني النيترات والسلفات هما الملوثين يعني الاساسيين في المياه، في التربة، في الهواء، يعني هذا الدخان السيارات، يعني الغاز الكبريت، أن هذا ثاني أكسيد الكبريت يتحول إلى سلفيت، يعني هذا SO2 مع الماء تتعطي SO3، يعني هي اللي كتحول سلفيت. استعمالات ديال الكبريت متنوعة. السلفيت توجد في كثير من المواد، منها مواد المطهرة كي ينظفوا بها الأرض، غسل السيارات، المواد اللي ينظفوا بها الجسم، حتى المواد اللي موجودة في الشامبو الموجودة كذلك في هذه الكريمات الجيل اللي يستعملوه النساء لتنظيف الوجه، لتنظيف الجلد، حتى في يعني بالأطفال الصغار موجودة في هذوك لي بان دو موس، يعني ملي كيديروا الناس هذيك لا موس في لو بان. سمعتي يعني علاش؟ لان هو السلفات معروف عليه انه هو كيعطي لا موس، يعني هو اللي ولذلك يوجد في جميع المطهرات، ويعني وعلى راسهم الشامبو، يعني هذا الغسل الشعر، يعني هذه الاشياء يعني من بعد ساتور ما في الطبيعه، ثم هذا الكبريت يعني ياخذ واحد يعني نسبه كبيره من حيث يعني التلوث. الزرعة كتستعمل العديد من المواد اللي فيها الكبريت في السماد ولا في المبيدات. هناك كذلك المشكل ديال السماد، يعني في الزراعة أن السماد ديال السلفات، اللي السلفات الفلاحة كيستعملوا دابا لي سلفات، إما سلفات دامونيوم ولا يعني بانواع اخرى، فهو يستعمل للتربه، يعني هو سماد معروف عليه. علاش؟ لان عنصر الكبريت والازوت والفوسفور هذو هما اللي كيحتاجوا يعني النباتات، يعني جميع المزروعات ما في ذلك الاشجار. الكبريت كذلك هذه السلفات يعني يستعمل على شكل مبيد، خصوص لاشجار الزيتون والرمان، يعني كثير من الاشجار يستعمل لها يعني السلفات على شكل سيسوكات، يعني اللي كنسميوها حديدة الزرقاء. حنا كنسميوها حديدة الزرقاء، هي معروفة هذه سيوسكات، هو كبريت يعني السلفات النحاس. هذا يستعمل، هذا كذلك سيوجد في الطبيعة، يعني سيسقط على الأرض، ثم الغازات المنبعثة، يعني دريد الكبريت المنبعث من دخان السيارات ومن المصانع، يعني جميع الأشياء التي يعني تولد كبريت يتصاعد إلى الأجواء العليا، هذا الكبريت يسقط مع الأمطار، وهو الذي يكون السلفيت يعني الدائب في الماء، وهو الذي يصيب تقريبا حتى الحقول والأراضي وكل شيء. يعني لماذا؟ لأن هذه الأمطار هي الأمطار الحامضية، يعني هي يعني منها ثاني أكسيد الكربون مع ثاني أكسيد الكبريت، هما اللي يخليوا هذه الأمطار تكون حامضة. علاش؟ لأن H2SO3 هو حامض الكبريتي. الكبريت كيتستعمل في العديد من الحوايج، ولكن اللي خصنا نعرفوا بأنه في الأخير راه كيرجع لينا، سواء كان في السماء في الأرض ولا في المواد اللي كنستهلكوا، راه كيدخل الجسم ديالنا كما كان الاستعمالات ديالو. مشكل صحي، يعني النساء الآن كيشتكينا من تساقط شعر، ويشتكينا من عياء عام، عياء يعني ما يقدروش يوقفوا، خصوصا في الصباح، يعني المرة ما تقدرش توقف، تساقط الشعر، هشاشة العظام، أنيميا، انزعاجات، عدم النوم، ديبريسيون، يعني هذا المشكل ديال التوتر العصبي، هذا تسمم داخلي. يعني الكبريت ملي كيدخل الجسم على شكل سلفيت ولا سلفات ولا أنيدريد سلفيريك ولا H2S، يعني غاز الكبريت هو يعني عنصر الكبريت هو مسمم للجسم. تراكم الجسم، يتراكم الكبريت، يتراكم في الجسم، هذا هو المشكل. كاين عند الله سبحانه وتعالى أعطانا واحد الانزيم على مستوى الكبد اسمها SOD، سوبر اوكسيد ديسميتاز.
يعني هاد الانزيم هذه كتحلل السلفيت في الجسم ما تخليهش يتراكم، ولكن هاد الانزيم هذه الان مكبوحه ما كتخدمش، يعني با فونكسيونيل. مكبوحه لماذا؟ لان اولا معدن الموليبدينيوم ما كنستهلكوش القطاني بكثره، لان القطاني هي اللي فيها الموليبدينيوم، والموليبدين بالفرنسيه يعني الموليبدينيوم هو اللي يحفز هذا الانزيم، هو اللي كيتخلص من هذا المشكل ديال السلفيت ولا السلفات من الجسم. يعني ان الانسان خلق الله يقاوم، ممكن ان تقاوم، ولكن الكميه لما تكون كميه كبيره فليس هناك مقاومه. شنو بان السلفيت اللي فيهم الكبريت كيتسبب في بزاف ديال الحوايج، الم في الراس، مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في الجهاز التنفسي، وزيد وزيد. بالنسبة للأمراض، أي مرض ممكن لك الحق أن تقول بدون أن تبرر. لماذا؟ لأن لما يكون تسمم داخلي عام في النظام المناعي منخفض، ويكون يعني خلايا الجسم كلها واصلة هذا الكبريت، هذه حدث عن الأمراض المناعية. أمراض المناعية يعني الكبريت له علاقة 100% مع الأمراض المناعية، يعني مع أمراض المناعية بحال سكليروز، هذه تصلب اللاوعي، مرض بهجات، الليبوس، السكري، امراض الجهاز العصبي، الزهايمر، باركنسون، هذه كلها امراض مناعيه لها علاقه مباشره بتسمم داخلي اللي هو الكبريت، عنصر الكبريت. ونعاود نقولوا كما تكلموا الاخصائيين اللي سولنا، الى تقاس الجهاز ديال المناعه المشاكل كلها ممكنه. أتمنى الناس يوعوا بهذه الفكرة اللي غادي نقول، أن جميع الأعراض اللي كيحسوا بها الناس الآن، ذاك العياء الشديد والتوتر، الإنسان ما يقدرش يطلع في الدروج، وما يقدرش يهز القفة، وما يقدرش يخدم خمس سوايع متابعة، وما يقدرش يدير، هذا تسمم الكبريت. يعني هذه هي الديباجة ديال هاد الأقوال ديالي في هاد الكبريت حول السلفيت والسلفات. الحالة اللي كيحسوا بها الناس ديال العياء وديال يعني كيمشي عند الطبيب تيقول لي ما عندك والو، هو مريض، هذا تسمم داخلي، وان اتهم الكبريت 100%. الكبريت موجود في السلفيت، السلفيت موجودين في المواد الغذائيه، الانسان عنده مواد داخل الجسم ديالو باش يقضي على هذا السلفيت، ولكن ما كتراكم هذا السلفيت مشاكل كتبان على الانسان، والاولين هما الناس اللي عندهم مرض في الجهاز التنفسي. يمكن لنا نتجنبوا السلفيت والمواد الحافظه الاخرى، حنا مستهلكين اللي كنختاروا، مش شرط نكونوا عارفين اش كناكلوا، نقراو تيكيتات اللي لاصقين على المواد اللي كنشريو، حيت الا ما ديناهاش فاش مصنوعه ولا اش فيها يمكن نديو الفاتوره مضوبله، حنا وليداتنا في جيبنا وفي صحتنا. الحلقة ديالنا انتهت، الموعد ديالنا من هنا شهر باش نتعرفوا على مواضيع جديدة كتهمنا كمستهلكين. إلى اللقاء.